مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة حلال كوكو بوبس للاطفال، كتير بيرغبوها. عنا الكورن فلاكس، شوكولا بيضة 100 جرام دوبتن، وعنا شوكولا عادية 100 جرام بدنا ندوبن كمان. عنا هون كمان صينية غلفتها بورق الزبدة، بحط الشوكولا الدايبة بقلبها، البيضة اكيد. وبمدهم نفس المستوى، بحط هولي بالبراد ليشدوا شوي، وبدوب كمان الشوكولا. حطينا الشوكولا بالبراد حوالي دقيقة ونص، وبالوقت كمان هو ذاته دوبت الشوكولا. هلأ عنا كوب كورن فلاكس بحطه فوق الشوكولا، حركهم مع بعض. كمان بحطهم فوق الشوكولا البيضة. بمدن نفس المستوى، كمان رح رش رشة خفيفة على الوج كورن فلاكس. من الأفضل جيب ورقة زبدة بحطها بهيدا الشكل، بضغط عليهم شوي بالإيد. هلأ بحطهم بالبراد، حطيتهم بالبراد حوالي نص ساعة، وإذا حبينا منحطهم بالفريزة حوالي 10 دقايق. هلأ بدنا نشيلهم من الصينية هيدا الشكل. بنقطعها، بسم الله. هيدا الشكل النهائي، شكل كتير حلو. هيدي حلال كورن فلاكس اللي عملتها انا وياكم للاطفال. بتمنى يلي بحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.